Hey guys, welcome to Vlogmas Day 4. اليوم عينا الطقس كتير بشع عم تشتي، يعني هيك خارج الطقس الواحد كان كيف بتخط ويقعد، بس لا لانه نحن السبت وانتوني لا نحن السبت بالفلوج، يمكن انتو يكون عندكم غير نهار حسب نهار انا اللي عم صور فيه. انتوني بحب يظهر نهار السبت، فمش رح قعده بالبيت حرام كل الجمعة بيشتغل. اللي حنروح نتغدى ولح اخدكم معي portrait of the day. هيدي جبتها من عند ماريتا، من عنا يعني، هي oversized بس انا حطيتها جوا لانه بتوصل لهون. والجينز من عند بيرشكا سنت الماضية، وشوز من مايكل كورس، وهيدا السكارف من عند not even. لحطلن اللينك تبع الانستا تبعون بالدسكريبشن. هاند ميد كله خيطان، كتير الكواليتي حلوة، كتير سميك وكتير بدفي. انا كتير بنصحكم تجيبوا اشياء من عندها لانه انا بعمل كل شيء عندها، سكارف، بنيات، ساكيت، كل شيء بتعمل البيج عندها بتعقد، والكواليتي تبعها كتير منيحة. وعن جد البرايسز بالنسبة لهاند ميد اشياء از كتير افوردبل. يعني قلن هاي هاي. اوكي جايز، نحن وانا وانتوني جينا على اللينك، قلنا عم ناكل ومنتسلى بذات الوقت، قلنا كتير زمان ما جينا وهذا محل نحن كتير بنحبه، عنا ذكريات فيه هون، عم نبش على شمسية كتير شتا. اول شي الشيف سلاد، خبركم انا شبعت، طالبة شاورما دجاج وبيتزا بيكن. لاحظ انه نحن اكبر شي بالمحل. كلهم ولاد. هيدي في مرة من 3 سنين جينا انا وانتوني وربحنا فيها بلوش، عنديها من على سناب شات. اول لعبة بالكادو تنشوف اذا رح نفتتحها خير. اوت اوف سيرفيس خير. انتوني بلش يتحمس، بس هو ناسى انه امبارح حملني طيحت الشجرة. هالشي رايحين على قطف البزاق. انا بيرسونلي ما باكل بزاق بس بحب حوشهم. لقينا اول وحده هالموسم كلها تراب، بعدها طالعه. وانا لقيت اول وحده الي هالموسم. يا مع الورق؟ لا بلا الورق. في كتير من هول البزاق الاسود، ما بعرف اذا قاشعينهم على الشجره، في 2 تحت، بس نحنا ما بناكل الاسود، بننبش بس على البزاق الابيض. اوكي فسر لنا. يا سودا يا سودا، ليه اللحمه اسود؟ اوكي وها بيضه. شيل الضو عنا انت. اوكي اوكي يا لك وينا هاي بيضه. من بيتها شلناها. جايز نحن من بعد حوش البيتزا جينا على البيت، اكيد اتحممت، نمت شوي، بعدين لبست ثيابي ورايحين نسهر. فهلق بحط لكم مونتاج صغير عن السهره. بدي اقول لكم ثانك يو سو ماتش فور واتشينج، ثانك يو لانه عم تشجعوني. انتروني بفلوج جديد يلي هو بكره،
I love you guys. Bye.